السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة أثاث الثقة وصفحة أثاث الثقة عبر الفيسبوك، متابعينا على اليوتيوب، متابعينا على الانستغرام. اللي راهم يزورونا في محل أثاث الثقة مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم هاد لا شومبرا كوشي لا رويال، الله يبارك. شومبرا كوشي اللي بزاف باهية يا خاوتنا، دوك نروحو نشوفوها بار ديتاي كيما راكم تشوفوا فيها خاوتنا. لا غاردروب تاعها بزاف هايلة، كنت شاركتها معكم البارح في بث مباشر، عجبتكم بزاف هاد لا شومبرا كوشي. هذا الشيء اللي حمسني ان يعني نروطاردي بزاف لي شومبر وناكد على هاد لا شومبرا كوشي. خاوتي اللي راهي في لا كولور بلونش مكاسيه بالدوري، تفضلوا خاوتنا لا كولور تاعها بزاف باهيه. والمفاجاه الكبرى خاوتي هي لا غاردروب تاعها، اللي تقدروا لي دو بورت تاع الوسط تشوفوهم في زوج واجهات، عندها زوج واجهات. اخو وليد نردوها في الواجهه الاصليه تاعها. خويا وليد بارك الله فيك. عليكم مرحبا بكم. صحيح خويا وليد، كما راكم تشوفوا هذوك لي دو موتيف كانوا على اليمين وعلى اليسار، كي نردوها يتشكل لنا هذا لو موتيف في الوسط. هكذا احبابنا. بالنسبه لي ديمونسيون خاوتنا راح تشوفوهم كامل في اسفل الشاشه. هاي لكم لا غاردروب، فيها دو بورت اوفرونت ودو بورت كوليسونت. من الاعلى خاوتنا عندكم هذا التاج، الخدمه تاعها هنا في لا غاردروب مخدومه طروا شابو كيما راكم تشوفوا. ما شاء الله تبارك الله خاوتنا، شوفوا مام لارموار تاعها كيفاش مخدومه في لي كوتي، مرفوده على الارض. وهذا التصميم راح تشوفوه انه متناسق مع لي دو طاب دو نوي مع لولي. الله يبارك ما شاء الله. مام الباب الايمن شوفوا فيه هذا لي موتيف، لكن قربوا اكثر تصيبوا هذا ديزاين على شكل دي فلور. وتحت ثاني عندكم هذا لو موتيف رويال. الباب الايمن فيه هذا لو بواني اللي بزاف متحوف. شومبرا شابه خاوتنا، شومبرا شابه ومام السومة تاعها هايلة بالنقل والتركيب 48 ولاية. والحاجة اللي طبعتها بزاف في الخزانة هي التاج هذا الفوقاني. خاوتي بعد ما شفنا الشكل الخارجي تاعها دوكا نروحو للمحتوى الداخلي، نشوفو على اليمين واش فيها، نشوفو القسمة تاعها من الداخل. صح التصميم حاجة مهمة والقسمة حاجة أهم، لأنه في مع الأخير أخويا وليد لا غاردروب مديوره باش نخبو فيها صوالحنا. هذه هي دوك نشوفوا المحتوى الداخلي تاعها. على اليمين، على اليمين خوتي عندكم اربعة لي زيطاجير كيما راكم تشوفوا فيهم، كات ايطاجير واسعين تحطوا فيهم دوزانكم، وفيني كيما من الداخل كيما من برا كيما راكم تشوفوا في الفيديو. الله يبارك. بالنسبة للمونتاج تاعها تتمونطا بكل سهولة وديبلاسيو ثاني بكل سهولة. هذه راهي برودوي لوكال من صنع القليعة خاوتنا، كونكم مانيين راكم تشوفوا في ان شومبر في البواروج خشب الاحمر. هكذا احبابنا. دركا خاوتي نشوفوا الباب الايسر او الايمن تاعها في الوسط. كما راكم تشوفوا لي بورت تاع اليمين وتاع اليسار ينغلقوا بطريقه جد رائعه. تفضلوا خاوتنا تنغلق وحدها غير بشويه. الله يبارك. دركا خاوتي نشوفوا الباب الايمن على الوسط، شوفوا واش فيه. فيه ايطاجير وفيه هذا الاسباس كامل بور ترينغ، هكذا باش تعلقوا حوايجكم. ها لكم ليطاجير وهذا الاسباس كاع على جال لا ترينغ تاعكم. لو با تاعها بزاف شباب، مام الراية تاعها خاوتنا متقونة بزاف، زيرو تقربيع والباب يتفيكسا تري بيان. هكذا خاوتنا دوك نشوفوا الباب في الوسط على اليسار واش فيه. اسكو كامل لي زيطاجير؟ اسكو بارك الله فيك خويا وليد. على اليسار واش عندكم؟ عندكم ثلاثة لي زيطاجير اللي واسعين، واسعين بزاف. بليس لو با تاعها يولو أربع طبقات. تحب تإليميني هاد لي زيطاجير تزيد لا تريكل، لك الحرية. حنا كثرنا لكم لي زيطاجير، كاين بزاف الناس اللي يحبوا يستفوا حوايجهم. دوكا نشوفوا على اليسار واش فيها. خاوتي راني نوريكم في لا غاردروب، ما ننساوش باب لولي تاعها ما شاء الله. لا كوافوز رانا جايين ليها
اكثر حاجه عجبتني هي لاكواف الساحه. نشوفوا على اليسار واش فيها. فيها ربعه لي زيطاجير بليس لو با تاعها يولوا خمس طبقات. ولا فينيسيون كي العاده على ضمانه اثاث ثقه ولو سيرفيس ابري فونت توجور مع محل اثاث الثقه. ولو بوني هذا اللي خرج بزاف متناسق مع هذا الزجاج في لاكولور برونز. هكذا احبابنا بعد ما شفنا لا كاردروب تاعها درك نروحو نشوفو لو لي السرير تاعها. لا كاردروب ما شاء الله. هاد لا شومبر خاوتنا قلتها لكم في اللايف دائما في اي شومبر اكوشي نصيبو حاجه شويه ناقصه حاجه شويه ناقصه من ناحيه التنسيق وكاع. في هاد لا شومبر اكوشي تشوف لا كاردروب تاعها تقول الله يبارك حتى لها علامه جيده. تشوف لو لي طلعوا علامه جيده ولا كوافوز ما نحكوش كامل. نروحو درك لو لي تاعها اللي فيه 160 على 190 هاوليكم في 1.60 على 1.90 كابيطوني كامل لي كوتي تاعو بالانتيطاج. شوفوا راه تديري شحال شابه. تفضلوا خاوتي هذا الوسط هذا راه كابيطوناج اونتيطاج في لي كوتي. ثاني عندكم هذا لي موتيف بزجاج خاوتنا في البرونز وفيهم هذا لي موتيف هايلين بزاف باش يكون كاين تناسق كبير بين كامل لا بياس تاع لا شومبرا كوشي. الحمد لله خاوتنا الخبره تاعنا عبر هذه السنوات راهي علمتنا علمتنا وعلمتنا وزادت دفعتنا نحو تصاميم اجمل واروع. شوفوا طاب دو نوي تاعها لي طاب دو نوي تاعها ثاني بزاف متقونين. عندكم فيها التاج من الاعلى كيما شفنا التاج في لولي وفي لارموار. ومازال نزيدو نشوفو ثاني في لاكوافوز. هكذا احبابنا لا طاب دو نوي فيها ان تيروار لي واسع من الداخل وتوجور بالراية غليسونت طري بروبر من الداخل. تفضلوا خاوتنا شوفوا النقاوة وشوفوا الروعة. فيها قاعدة بلو فو مارب لي دايما ننصحكم فيه. عاوليكم لو فو مارب لابليك تاعها ثاني فيها هنايا مراية بلانسيزيون. عاليكم لانسيزيون خاوتي ما شاء الله. درك بعد ما شفنا لو لي لي فيه 1.60 على 1.90 وشفنا لي دو طاب دو نوي لي بزاف متناسقين. شوفوا برك كون نشوفوا غير لو لي لي دو طاب دو نوي تشوف التناسق بين كامل لا بيس. درك نروحو نشوفو لا كوافيز تاعها. خويا وليد واش رايك في لا كوافيز تاعها؟ كوافيز تاعها ما شاء الله خضره الله يبارك صبا بزاف خاصة لي بي تاعها. تحس باللي اللي صنعها ما كاش ما حبش يصنع صندوق. صنع اون كوافيز اسم على مسمى اللي تعجب المرأة الجزائرية بإذن الله. تفضلوا خاوتنا شوفوا لا كوافيز تاعها كيفاش مخدومة. أكدوا لي على لي دو بي اللي راهم على لا دروات. لي دو بي على لا دروات شخصيا عجبوني. فيها تروا تيروار هاهم لي تروا تيروار. شوفوا برك لهنا هاد لا بارتي تاع لا كوافيز أكدوا لي عليها. فيها هذا لو موتيف اللي نشاهدوه مام هو في لا طاب دو نوي. الله يبارك ما شاء الله على التنسيق. درك نروحو نشوفو الاعلى تاع لا كوافيز تاعنا. عندكم هذا التاج اللي شفناه ديجا في لا طاب دو نوي وفي لولي وفي لارموار. عندكم هذا لي موتيف ثاني اللي بزاف باهين. وعندكم اوسي قاعده تاعها بلو فو ماربر بلس هذا لي طاجير اللي زادت فيها النص تحطوا فيها حاجه تاع ديكوراسيون ولا ماكياج. وعندكم هذا لي تيروار كامل باش المرأة الجزائرية تحط المستلزمات تاعها. تفضلوا لي تيروار كامل بالراية غليسونت كامل بالراية غليسونت. هايليكم من تحت ثاني كاين دو تيروار واسعين ما شاء الله. تفضلوا خاوتي بالراية غليسونت. اكو تشوفوا احبابنا هاد لا شومبر كوشي بزاف متناسقة من كامل لا بياس تاعها موديل لا رويال. ورانا هنا خاوتنا نوصلوها لكم ونركبوها لكم ل 48 ولاية 40 ولاية كامل حتى الحدود الجزائرية نوصلوها لكم بسعر 15 مليون و 800 برك 15 مليون و 800 بالنقل والتركيب ل 48 ولاية. نشكر كامل المتابعين تاعنا خاصة نشكر واحد الأخ اللي اتصل بيا من ولاية أو من الطارف قال لي راني في حلم. قال لي دوك مونطاولي وخرجوا قال لي راني حس روحي في حلم.
قال لي في التليفون برك وانتم وصلتوا لي هذا واجبنا. نشكر متابعينا الكرام على متابعه هذا الفيديو ب 15,800,000. هذا شوم راكو شاري عندك في كامل ولايات الوطن. ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك. ونخلي الكلمه الاخي الكبير خويا وليد. تفضل خويا وليد. اخ عبد الرحمن شرحنا لهم الشومبرا وان شاء الله تكون عجبتهم ومرحبا بهم عندنا. قول لي اكد لي على الطريقه تاع شحن تاع الشومبرا كوشي في لومبالاج ما شاء الله. تراها مونبالي وتلحقك امانتك. حنا في المحل لهنا خاوتي كي وصلتنا وصلت في لومبالاج. وصلت في لومبالاج مغلفه حاجه شابه صغيره. هذه هي. ان شاء الله تفرحوا بها. خاصة خاوتنا أكد لكم على لو سيرفيس أبري فونت مع محل الثقة تدو كل حاجة ريغلو بالبون ديليفريزون بالكاشي وكاع مهنيين مهنيين مهنيين. نتلاقاو بيان سور شي إن شاء الله في بث مباشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ننساوش خاوتنا لو باك بروموسيون اللي فيه 100 كوفري ماطلا دي 30 بورت مونتو بوف زوج مخايد ومسند 3.5 برك. وعندكم خاوتنا ثاني لو باك دي 25 اللي فيه 100 كوفري ماطلا دي 25 بورت مونتو بوف زوج مخايد ومسند 3.5 برك. نشكركم خاوتي على متابعة هذا الفيديو. مع السلامة.